والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لك محمد عبده وشكرا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. يستعد مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع لتسليم 25 عربة من عربات نقل الغلال إلى هيئة السكك الحديدية، يعقبها خلال الأربعة أشهر القادمة تصنيع وإنتاج 50 عربة سكك حديدية لاستكمال أسطول نقل الغلال. وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الهيئة بإنتاج عربات سكك حديدية مجهزة لنقل الغلال وبطاقات لنقل كبيرة تسمح بسرعة نقل وتفريغ سفن نقل الغلال بالموانئ المصرية ونقلها إلى أماكن صوامع تخزين الغلال والتي تم إنشاؤها في مختلف محافظات الجمهورية. وقعت الجزائر اتفاقا مع النيجر ونيجيريا للشروع في بناء خط الغاز العابر للصحراء، وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في يونيو الماضي على إحياء المحادثات بشأن المشروع الذي يمثل فرصة لأوروبا لتنويع مصادرها للغاز الطبيعي. إلى البورصة المصرية والتي أنهت سوق المال فيها تعاملات الجلسة جلسة نهاية الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وقد ربح رأس المال السوقي للشركات ما قيمته 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.1 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9287 نقطة، وأغلق عند مستوى 9369 نقطة مرتفعا بنسبة 88%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1833 نقطة، وأغلق عند 1847 صاعدا بنسبة 74%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2686 نقطة ليغلق عند مستوى 2707 نقاط مرتفعا بنسبة 81%. إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و88 قرشا للشراء و18 جنيها و99 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و10 قروش للشراء و19 جنيه و22 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و87 قرشا للشراء و23 جنيه وقرش واحد للبيع. بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و14 قرشا للشراء و5 جنيهات و17 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 5 جنيهات و3 قروش للشراء و5 جنيهات و6 قروش للبيع. في أسواق المعادن النفيسة شهدت أسعار الذهب العالمية تحركا ملحوظا إلى مستوى 1740 دولارا للأوقية، أما محليا فاستقرت أسعار الذهب ليسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 852 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 994 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1135 جنيه للجرام الواحد، وذلك في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7952 جنيه. في أسواق البترول العالمية زادت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل مواصلة مكاسبها في الجلسة السابقة بدعم من تحسن لشهية المخاطرة بين المستثمرين، في حين تلقت الأسعار دعما من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتعافي الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية. زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 1.96% إلى 108 دولارات و71 سنتا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس
الوسيط بنسبة 2.43% ليصل إلى 99 دولار و62 سنتا للبرميل. وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 3.72 دولار للتر، بينما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 83% لتسجل 8.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. تدرس منظمة أوبك وحلفاؤها إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر، عندما يلتقون الأسبوع القادم على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات. وكشفت مصادر بأن المنظمة وحلفائها فيما يعرف بتجمع أوبك بلس سيدرسون أيضا زيادة طفيفة في الإنتاج على الأرجح. من جانبها أكدت الإدارة الأمريكية أنها متفائلة بشأن صدور بعض الإعلانات الإيجابية عن اجتماع أوبك بلس والمقرر الأسبوع القادم. أضافت الإدارة أن زيادة الإمدادات من النفط قد تساعد على استقرار السوق بشكل أكبر. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. أعود من جديد لاستكمال ما تبقى في أخبارنا مع محمد وإيمان. شكرا لك مصطفى.